عسلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من The Challenge. The Challenge لميسيون بديتو تستنسوا بها. خلونا الكومنتير متاعكم كسوا بالنقد أو بالإجابة، رانا نقرأ ونحاول نحسنه من حلقة إلى حلقة. العباد اللي تحب تشارك راو على قريب باش لانسيو كومبيتيسيون للعباد اللي تفرج فينا على قريب إن شاء الله. خليوا الكومنتير متاعكم وإحنا نتصلوا بكم. ضيوفنا اليوم بلال الخفيفي، عامر عمراني، مرحبا بكم. مرحبا بك. عاقل ولا بليل؟ بعمر بس بليل يا اخويا. بقول لي اللي يشوفك في الاوف ما يشوفكش تو. ليه ما هو مازلنا تو. دخلوا واحده واحده. سبحان الله غير. عاقل يزدر. مرحبا بكم. كلمه كلمه للجمهور. بليل ابدا. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فيكم على الباج، وان شاء الله تكون حلقه باهيه وان شاء الله تشوفوا منها حاجه ما شفتوهاش قبل. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بالمشاهدين الكل، وان شاء الله تعدى حلقه بيه. ان شاء الله تعدى حلقه بيه، وان شاء الله معلوماتكم تكون لا الرفلكس اكثر منه معلومات. الرفلكس اكثر منه معلومات خاطر تتخسر بالوقت. المعلومات معناتها فيسا بالغلط. هذيك المشكل. باهي سيدي، نبدا بالفقره الاولى نون ستوب. نون ستوب باش نعطيكم سؤال تجاوبوا كعبه بكعبه، واللي يغلط ثلاثة مرات تمشي للنقطة للصديق. أوكي. السؤال الأول، سمي لاعبين فازوا بدوري أبطال أوروبا وهما يلعبوا في النادي في بلدهم الأم. مثلا نقولوا احنا لاعب أنجليزي هز الشامبيونز ليج مع نادي أنجليزي، لاعب أنجليزي هز الشامبيونز ليج مع نادي أنجليزي، لاعب إسباني هز مع إيكيب إسباني. أوكي. نبدأ عمري. الدرب الصغير إنيست. إنيست. ما شكون هز؟ شد مع البارس. فيردينو. سيرجيو راموس. كرفخال. تشافي. شبكي عنده وقت. فاسكيز. شو سمي لي تشكيل الريال؟ شد بالبارسا. بوسكيتس. سميت البارسا انت. هو شد البارسا وشد الريال. غوتي. واحد. اثنين. خمس. اربعة. بيكي. اوكي. خمس. اربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. ليكس لولا بليل. خمس. أربعة. ثلاثة. كاسياس. اثنين. كاسياس. بول سكولز. أي. بيرلو. أي. غاري نيفيل. غاري نيفيل. مش صعب عليه تو. صغير هو وقته ما عندهمش تلبسة في الدار. تعرفهم جدا. خمس. أربعة. ثلاثة. فيديتش ماهوش فيديتش ماهوش ماهوش انجليزي. ليكس الاولى عامر ماهوش انجليزي. هاي ماهوش انجليزي هكا عنده ليكس. فران غارسيا مع الريال اسباني. هاي خمسة. أربعة. جريليش. ثلاثة. جريليش. هاي مع سيتي. هذا مع سيتي. هاي غريليتش. فودين. هاي هو ذاك اللي شدهم محضر. شكون اخر انجليزي فما؟ وولكر. هاي وولكر. ستونز. هاي تو فهم لك تكتيك بليل، انت تمشي ليكيب ويمشي معك. خمسة. ايه تقعد تحسن تو ديجا. خمسة. أربعة. عام. ثلاثة. عام. واحد. ليكس الثاني عامر. ستيرلينج. هاي رحيم. ستيرلينج مشكور. هز وقت الشامبيونز ليج. هز الشامبيونز. لا ليكس الشامبيونز مع تشيلسي. مع تشيلسي. لا مش مع تشيلسي وقت. ولا زيد شوف انا مش مع تشيلسي. نجم يكون ليكس الثاني بليل. يا عم. خمس. أربعة.
ثلاثة اثنين واحد والإكس الثالثة عامر والنقطة الأولى البلاد. نمشي السؤال الثاني هذا متاعنا هذا صنع محلي. سمي لاعبين سجلوا هدفين أو أكثر في بطولة الموسم هذا. بطولة الموسم هذا أي مركاو زبونتو أو أكثر. أبدأ بلال. ويت مالك. مالت مالك. قال لك أبدأ بلال قلت له ويت مالك. عمرو. مركة خمسة. هو ديجا بيتر. أقسم بالله لن تفر البطولة. فما برشا رام فما برشا. فما برشا جوالات. فما برشا فما ممكن 20 واحد. والله. مركاو كوز. مركاو زوز أكثر. خمس. أربعة. مستوري. شوف لنا اسلام جوست تاكد لنا اسلام ما ستوري هاي هاي مركز زوز مركز ثلاثة هو بلال يتمال بكري بركة شفتها في فوتبول عندك وقت راهو يا عامر ليتوال خمسة أربعة ليتوال ثلاثة اثنين ليتوال بليدكس واحد ليكس لولا عامر بلال نقعد في نفس السؤال نفس السؤال نفس السؤال حباسي حباسي شكون صح حسام ولا شو حسام ما خمس اثنين مازال خمس أربعة ثلاثة يانساس يانساس لا دوزيكس ديجا دوزيكس لا شكون ليكس لا عندي كان يانساس غلط لا فهم واحدة ما جاوبتش وقته فيها ليك خمس أربعة ثلاثة اثنين بلال ماجري بلال ماجري ليكس الثالثة عامر والنقطة الثانية البلال اثنين بلاش البلال عامر لازم تكبس شوية ونمشي للسؤال الثالث سمي حراس مرمى في الدوريات الخمس الكبرى لهذا الموسم يسير هذا يسير هذا ما شاء الله تحكي بجدك سبعة ابدأ عامر كورتوا كورتوا مزي شد دونا روم احسب احسب ولا مريق عندي الوقت خمسة سبحان الله تبخروا توا موجود أربعة هاي هاي توا يلعبوا توا يلعبوا يلعبوا على البنك ثلاثة اثنين واحد أندرسون أليسون أندرسون ادرسون ولا ادرسون غلطه ادرسون ادرسون اكس لولا اكس لولا عامر تعرف قلت بحراره الروح وصلت لي للروح تخرجتك اليسون اليسون يا قلت انا لا لا انت تو خديت اكس هي غلط الاسم ما يسمعش ما يسمعش يعطيك خبزه بارده هذه ويعطيك ما بارده عنده اكس ياخذ بالحاضر راهو قاعد راهو قاعد يلعب على الاخطاء نتاعك انت هو جدي خلطت حط لي اليسون ميسي الاخر مازال فما برشا نتاع ليفربول مازالوا فما برشا ميسي اش خذ لي اخر انت تفكر فيها بسيط اللي تو تبخروا الاسامي كل تقول كرير كرير هاي خمس يا الله يا ربي 10 3 2 1 ليكس الثانيه عامر انت يا عجبك تشيزني تشيزني ترشتك ها هاي هاي مريك لا بس هذه ما ثبتوش فيها نورمال ما مريك شتيق انت ضربه والاخر عام هاي لا لا مقيد قايد لا لا موجود موجود شنو باش تمشي لي تو شنو في الخمس دوريات خمس دوريات كيبا كيبا ميكرو 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 هاي مسج احسب احسب عنده دوزي هاي خمس أربعة ثلاث اثنين واحد معز ليكس الثالثة عامر والنقطة الثالثة البلين مارتينيز تاع مارتينيز مسيل ما في احد شيء في احد شيء الدوري التونسي من الخمسة الكبار من الخمسة الكبار من السبعة الكبار من السبعة الكبار باهي سيدي 3-0 3 اسئلة 3-0 مازال ما يخو عليك السكور السؤال الرابع سمي انتقالات تمت في الدوري التونسي لهذا الموسم معنا دي ترانسفير صاروا في الدوري التونسي كسوا خرجوا أو دخلوا هيت مالك من المستير هيت مالك من المستير الكل
هاي لكل سؤال بيستعملوا في كل سؤال مغروم فيه مغروم تبناه طبع فيه خضراوي مستر خضراوي بن عبده يدي ببلدو ياسين بابي من بجر الكلوب ياسين من برا لتونس عادي من برا لتونس وسط تونس كيما تحب انت سوا خرجوا ولا دخلوا زاد خرجوا ولا دخلوا توينسا اي توينسا حتى ترونجي حتى ترونجي مستوري اي مستوري كثير اي كونسوميهم اقسم بالله اغزر الاثنين اللي باش يمشي فيها في راس شوات وليد القرم وليد انا عارف هذاك اش قلت لك اغزر الاثنين اللي يمشي فيها والله تعرف قاعد يلعب لك على اعصابك وعلى معلوماتك زاد هنيت شميسي دقدو دقدوك جي زاد باهي هاو عنا فيدي بشوك زاد كملتهم له الاكوان شميخ شميخي موجود من عمناول ليكس لولا عامر موجود يظل عنده عامين توينسا ويترونجي كما تحب البليلي رجع كي زومبي كي زومبي سيما كولا كينت شكون كينت اللي على فلوس يعني شنو هذاك كينت اللي على فلوس البيفو يحكي على حمزه الكينيه ذي بتاع الكولا سيما كولا سيما كولا سمي ليكش الثاني عامر الله يصلي وسلم على سيدنا ليكش السهيلي 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 لريرغوش هاي جيم ليسبيرونس كلو هو قلت لك ويلز لريرغوش ها ويلز لريرغوش اه ويلز ويلز بي عنا علي يوسف هشام بكر مش الصفاقس سكوح مش الصفاقس شفت انت تمشي ليكيب وهو معك مش جابت اخر الصفاقس سليم بن عطمية العيوني العيوني هاي العيوني الالباني هذاك هاي شو اسمه لا مش جنسيه لا لا يلزم بالاسم ها يلزم بالاسم ما بدي احسب له هاي ما بعرفش نحسب خمس يلزم بالاسم اربعه تي برا قولوا مترو بيتش خذ الغالي تو ليكس لولا بيلين حاولت هاي ليكس لولا بيلين نورمال حمزه جلاسي حمزه جلاسي الاسبيرونس جاي اثنين هاي اثنين شكون جاي الاسبيرونس اثنين برشا تنقز معايا اقسم بالله تنبع فيكم ماكوينا ماكوينا بشير بن سعيد بشير بن سعيد تو تاع سي حط في قلبه عام تعمر فيه خسر ديجا خليه بعمل الشاشه يمشي المتلو عم يقول نسيم شاشه صاحبك مش مضيعك تو سي شنو شويك الميلادي لكسال مش المستير ميلادي مش المستير ميلادي يسري عارفه يا صاحبي مش المتلو اعطيني صاحبي لعبت معاك يوسف سنانه مش الجرجيس من كلو كيف شرف يمشي للجرجيز زي طبعا جرجيز هو نزك البنجردين هادم الطاوس البنجردين هادم الطاوس البنجردين اسكندر العبيدي يمشي معاه يمشي معاه فتكره بمشي شو يمشي اخر البنجردين خميس معه وين يمشي معاه نور الدين الفرحات هذي جماعة الكلوب هاي خمس اربعة نايزك مشى من الكلوب للعمران فسخوله العمران يمشي انتقال هبط في الانتقال انتقال هبط في الصحافه انتقال محمد علي العمري مشى معاه للعمران خمس اربع ثلاث اثنين ماش تحت تقول واحد قول واحد ليكس الثالثه عامر والنقطه الرابعه تمشي لبلال سؤال خمس سمي أندية التوب 20 في رابط الأبطال الأوروبية الموسم هذا معناه الترتيب خطرهم ولو مجموعة واحدة أوكي. ترتيب من الواحد حتى العشرين أوكي أوكي عامر تبدأ هاي سنة في الكلاسمون هذا متاع سنة عامر سيتي ليل ليفربول ديجا لولا الريال
البرس بي اس جي بايرن يوفي طبعا نحبش نخليهم كله خلينا بتاع الريسك حب نخليهم لبعض لا انا مش خليك تربح تابت بيات خادر ديس ويلسير وستعقش برشا خمس اربع ميلان ميل هاي دورتموند العشرين دورتموند موجود هاي خوفنا انا دورتموند تخافش انا معك انا خمس اربع اتلتيك اتلتيكو اتلتيكو شنو فما برشا لا ليكس لولا عامر وما حطت اتلتيكو هو يحب يبنان بالباو وبديل اتلتيكو توا اي بي عنا شفت التركيز توا نتا مش متاكد خمس اربع ارسنال ارسنال تشيلسي تشيلسي مش موجود تشيلسي مش موجود في تشامبيونز ليج لشبون سبورتينغ لشبون اي سبورتينغ لشبون الثانيه بعد ليفربول فرانكفورت فرانكفورت انتراخت فرانكفورت لا لا مش مش مشارك في تشامبيونز ليج ليكس الثالثه عام ليكس قلت لك انت توصل للثانيه وني ناتي شوز قلت لبورتو قلت حاجه وهذاك به كرتوشة هاي كرتوشة ولا دونك توفى الفقرة الأولى 5-0 ليش اكتساح هذا اكتساح حاولوا نتصلوا بعمر بربي شوفوا نمشي ونمشيوا للفقرة الثانية انزل على البوتون به الفقرة الثانية مش نعطيكم سؤال يحتمل إجابة واحدة سؤال يحتمل إجابة واحدة ولا مش ينزل لول يوم بعيد أكيد هو اللي جاوب السؤال الأول من سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي في التصفيات الحالية لكأس أمم أفريقيا؟ يا أحب شي جيوم خايف لا يغلق هاي خمس جزيري جزيري جيوم أربعة زيد جزيري جيوم ثلاثة دو سانتوس اثنين تعطي شانس الروح مريح مريح غلط اعطي اي اجابه اعطي اي اجابه شوت في بلالتيات يباركي هاي هاي بي بي ديجا ماركي ماركي شي خمسه ولا بوشنيبه بوشنيبه لا غلط ماركيش السؤال الثاني شكون الجوار اللي يلبس نومرو خمسه في ريال مدريد بيلينغهام بيلينغهام ستة صفر خذ المساج خذ الانيشيتيف يعني دي باش نرمي نلعب تكنيك ستة صفر طيح البلوك تو ونلعب على الكونتر باهي السؤال الثالث الجماعة باش يمشي لها في ديسمبر كي تلعب السؤال الثالث شكون النادي اللي يحتل المركز الأخير في بطولة تونس الموسم هذا؟ تطاوين تطاوين اللي جابها صح يا عمر صح النبي مازالوش مازالوش ويتعاقب ويتعاقب يجي يجي باش تتعاقب يا عامر والله بورتون جي بكري والله لقيته لنا ونطيت فرش الفيديوهات معاودوا انت البرنامج نتاعو مرتين سبعه قداش سبعه سبعه راه ما زدناش نرجع مازالش والله ما زدناش والله تو خليك تعدو بوان دوك السؤال في نهائي رابطه الابطال اوروبا بين ريال مدريد واليوفي سنه 2017 اللي فات 4-1 شكون ماركه بونتو اليوفي كان يسال الانترنير اليوفي ما جاوبش عليا لا معروف ساعه جوار ديما يماركي في الماتشات هذوما ماتش الكاسحين نعطيها شانس برا برا كريستيان لا لا غلط كريستيان لعب في اليوفي شنو اي اما الريال والريال الريال ربحت وفينال تشامبيونز ليج قلت لك خمس أربعة ثلاثة اثنين لا غلط مانزوكيتش ديما يماركي راهو والله نسيتو هذاك باه السؤال الخامس مازال سكور هذاك هو 7-0 في دوري رابطة الأبطال إفريقيا السنة الماضية عم ناول الأهلي المصري مع شكون لعب في الدمي فينال دمي فينال تعرف مع شكون بالحق نزيد
عندكم وقت راه اي خمس في المغرب ظل أربعة أكادير أكادير اثنين يضيع عليكم الزوز واحد أعطي أي إجابة أعطي شانس لروحك واحد بركي. يمشي عليكم السؤال الزوز يمشي خذ خذ الريسك مسالش خذ نشوف الوقت هو معش يا ربحة شو اسمها متاع يا في جنوب أفريقيا يا واحدة يا الوداد ما نعرفش لا لا هذا لا هذا مازمبي 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 ماتش اللي صارت فيه في خوذة ذاك كون ربحت سان داونز سان داونز خاطر نمشيو الفقرة الثالثة نجم الملاعب نجم الملاعب باش نعطيكم كارير تاع جوار وانتم تقولوا لي شكون الجوار اذا كان جاوبت ما نعطيت اسم الجوار قبل ما نكمل انا الكارير تاخذ دو بوان كان جاوبت عطيت اسمه صحيح وانا كملت تاخذ ان بوان اللاعب الاول هو لاعب حالي مازال ينشط مازال يلعب بدا المسيرة نتاعو قصيرة برشا المسيرة سبورتينغ لشبونة ليل فرنسي أسي ميلان لياو لياو رافائيل لياو إجابة صحيحة 8-0 ديجا قبيل حكى عليه هو باه اللاعب الثاني هو لاعب حالي مازال ينشط زاد بدا المسيرة نتاعو في أولتراخت الهولندي فاينورد الهولندي كلوب بروج بلجيكي هيلاس فيرونا الإيطالي فيورنتينا الإيطالي مانشستر يونايتد فينانباخش التركي مانشستر فين أرباج نعود لكم أولتراخت الهولندي أوكي فاينورد الهولندي كلوب بروج بلجيكي إيلاس فيرونا الإيطالي فيورنتينا الإيطالي مانشستر يونايتد الإنجليزي فينانباخش التركي صحيح هذا نعطيكم أنديس لا يزنكم تجاوبوا الزوز نعطيكم انديس نعطيكم لا ما نقولش الناسيوناليتي نعطيكم انديس وكا نعطيكم موافق انت ولا ها يعطين نعطيكم عربي الجوار عربي وكان ستار في ليكيب منين في نرباشي من مانشستر يونايتد مشى فينا بخش عربي مرابط هم رابط الإجابة صحيحة برافو عامر النقطة الأولى لعامر لا لا كملت أنا الكارير متاعه افتتاح النتيجة في ملعب سونغو 7-1 هكا 7-1 سكور 8-1 ولا 7 8-1 به ما زالوا الفقرة الثانية حتى هذا فيه رو كي تجاوب قبل ما نكمل يعني أنت عندك الحق في زوز محاولات في السؤال هذا عندك الحق معنا في زوز اسامي تعطيهم تجاوب قبل ما نكمل انا كارير تاخذ دو بوان اوكي به السؤال اللاعب الثالث هو لاعب معتزل بدا المسيره نتاعو في باهيا البرازيلي اشبيليا الاسباني برشلونه الاسباني يوفي الايطالي الفيز اللي جابها صحيحه برافو برافو بلال دو بوان دو بوان والله الكلمه كده دخلت مش لا مش تسعة نشوف اللاعب الرابع لاعب الرابع ولاعب معتزل بدا المسيرة متاعه في ريفر بليت كورنثيانس البرازيلي ويست هام ليفربول برشلونة ماسكيران ماسكيران والإجابة صحيحة برافو عامر لا ديبورتيفو لنا ديبورتيفو ساباريس كوستاريكي ألبا سيتي الإسباني ليفنتي الإسباني ريال مدريد باريس سان جيرمان نافاز اللي جابها صحيحة دو بوان زاد ذايا نوتنغهام فورست مازلت 10-5 نمشيو للفقرة الرابعة تيم باش نعطيكم زوز أسامي متاع جوارات تعطيوني ليكيب اللي لعبوا فيها الزوز
زوج اسامي نعطيكم زوج ولاد مثلا نقولوا احنا تقابلوا معناها مش نجم نقولوا حدا ما تقابلوش ما لعبوش في نفس الفتره معناها مثلا مثلا فوالا ما تقابلتوش مي كل زوج لعبتوا في الكلوب الفريق الاول ما هو الفريق المشترك بين داني كارفاخال وارتورو فيدال عامل سكسي العامين هذوم فالنسيا لا بلبو لا باش نعطيكم مانديس واحد اخر هربته مش مش في اسباني مش في اسباني مش في اسباني يعجبكش يعطينا مانديس هاك هاو عاش تزيدكم قلت لكم جماعه عامله سكسي عندها عام عامنا ولا سنه خمس أربعة ثلاثة اثنين واحد مشى عليكم السؤال هذا باير ليفركوزن باير ليفركوزن أما ما شكيت في بيلي شال كان يعطيت وسميت عادي ما قلقش به سؤال الفريق الثاني ما هو الفريق مشترك بين روميلو لوكاكو واللاعب المصري أحمد حجازي أحمد حجازي ولوكاكو عرفتها ولا امبوسيبل سي لا عليك لوكاكو لعب في 100 جمعية ذولي مينيموم لعب في ذولي في 10 جمعيات لوكاكو واحمد حجازي لعب في كبارك البر ولا اكثر ولا ما ستوك ولا شو اسمه هذيك السيتي يا ستوك يا انا ما نقولش في لونجلتير باه هاك عندك معلومات اي عندي المعلومه من تعرف الريبونس معنا لا ما يعرفهاش كجاي يعرف راه قالها هو متشك في الجمعيات شيفيلد يونايتد شيفيلد يونايتد لا جرى عندك الحق في جاب اخر هاتي محاولات عامر ما ينقص منك شيء قطعت محاولات معناها خمس اربعه انجليز ثلاث اثنين واحد مش عليكم السؤال لا مش توك سيتي ويست بروميتش مش قلبي هي تجاه الجمعية مشي لها هذول من الأهلي مشي ديركت ويست بروميتش به لا سري كل بوست اللي تربعة أو ثلاثة ما جابناش عليهم زوز ما جابتوش عليهم طب السؤال الثالث ما هو الفريق المشترك بين كلود ماكيليلي وعادل السليمي هيا عادل ما خليتش معاكم أنا عادل رينيك ظهر لي وتعال أنفسي ما تعملش مغروم بالكوتش متاعك سامحني عادل وين رينيك عادل سامحني فكرني فيه تعبر لك فيه ترى فكرني وين رينيك ويلعب بعد ويلعب هو رينيك لا لا هو في ألمانيا ليكيب كوما بيناتهم اللي لعبوا فيها الزوز كلود ماكيلي وعادل السليمي في ألمانيا كل واحد عنده الحق في زوج محاولات ما كنتش قادرين تاخذوا في عطينا البلاد مثال لا لا ماش نعطيكم بلاد سهلة لازم تقرب على روميو هو ذول لعب في كبرك في البلاد هذه عادل السليمي وبتشتغل لي سهلة برش كنت تسأل عادل ما يتفكر ايش لك لا يتفكر شنو تلمو بعيد الأحكي نونت نونت الإجابة صحيحة برافو بلال شفت انت عطيتو اسيست انت من اللي بدينا نلعبه وانت تعطي فيه الاسيستوات انت تسهله في اللعب قديش تو 12 5 قول لك اكثر واحد يغلط لازمك تلعب عليه صح باه ما هو الفريق المشترك اي 12 5 فريق المشترك بين انيلكا والكسيس سانشيز هاي عاد مرسي لا نعطيكم بطوله سهل لكم دبروا راسكم لازم زوز متفاهمين مانشستر لا انا كمان ما نلعبش مانشستر تشيلسي لا أركسيس ما لعبش تشيلسي مازال هو محاولة وبلال كمل بلال بلال عطا مرسي مازال عندك محاولة وعندك بالوقت خمسة أعطي أي واحد أربعة طيش ثلاثة أعطي أي ريبوس فما صب علي في جماعة ثلاثة اثنين واحد هم لعبوا في أرسنال أنيلكا لعب في أرسنال لعب في أرسنال وتشيلسي في إنجلترا ويظل في فولهام ولا حاجة به السؤال الأخير ما هو الفريق المشترك بين كيفن دي بروين وأريان روبن هذه سهلة بليز بشكوت بالحق سهلة على الأخ جاوب
استنى فيك هذا يلعب فكر روبن وين لعب روبن لعب فيها بشعر وقت وقت مازال عنده شعر مازال مفرطش بالكدا ودبران دبران يجيو ما كتار يجيو فيا نرجعك في سكور انت تقول ما ترجعنيش في بلجيكا لا قولوا ميسيلش البلاد وي نعطيكم نعطيكم انا ما نعطي اجابه الا ما تكونوا الزوز موافقين معناها اي اي نورمال معناها نعطيكم انديس الا ما توافقوا الزوز اخويا تعرف ما هو يعرف ما تعطيش انديس اوكي معليش ما حبش هو راك تعرف راك تعرف انت ليه تعرف ولا خير عاد تعمل لي هكا بيدي انت ملي جيت عارف روحك باش تخسر خلي يقول لنا وقبل ما على الرياكشن تاعك تعمل لك بيديك بتاع هو اللي يخفى القمر عطيني هو والله في بليش توجع هكا على الاسئله الكل على الاسئله الكل مستفز ياسر 12 و5 تو يا ولد اخي تروح حكيت معك على السكور عطيني ريبونس على شنو نلعبوا له جيو اه يعطيني اجابه اي سيدي اعطينا البلاد يعطينا البلاد مش غمضت لي هكا والله هاي سيدي كل واحد عنده الحق في زوج محاولات اعطيني كل واحد زوج محاولات دبرين وارين روبن أرين روب سهلة راي على الأخر تشيلسي تشيلسي الإجابة صحيحة برافو برافو بليت كلمة يعطيكم الصحة عامر يعطيك الصحة والله يا اسمعني نحب العبد اللي يكره الخسارة راه ولا بحق هو مش يكره هو مش يكره هو سامحني خسرني ياخذ الأجوبة كل الحاضرة هذا اللي وتر لي اصلا اي اسيستويت من عندك كل شيء مكتوب عامر يعطيك الصحة مرحبا بك ما جبت شيء صبوره عامر يعطيك الصحة مرحبا بك نورتوني خويا انت وبلال ومحلى ضحكة معاكم المعلومات راهو ينجم يكون عندك المعلومات الكل مي الوقت في لحظة تنجم تغيب عليك فوالا تغيب عليك تغيب عليك ويبدا واحد كيما بلال يستفزك يستفزك كل واحد بيعطي كلمة للجمهور يتفرج فينا مرحبا بك تفضلوا ان شاء الله مرة جاية نشوفوا عامر في 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 مخير وان شاء الله معناه يتفرج في الزيميسيون اللي تعدي ومتاع اليوم يتعلم منها ونعاودوا نجيبوه من هنا لاخر العام ان شاء الله نجيبوه قبل رمضان ولا حاجه نجيبوه بصات تدخل لي الروح الرياضيه وبيه مش باهي الروح الرياضيه لازمك منظومه تز روحك وتروح وتاخذ الطاوله وتمشي على روحك عامر شنو تحب تقول لعبه اللي تفرج فيه ان شاء الله تكون عملت جو في بالي حبيت نقص من بكري وحبيت نقص من بكري لا لا قص ميكرو جز ميكرو مخذف الخاطر في ماما مرحبا بك نورتنا اخويا وان شاء الله ربي يوفقكم في مسيرتكم الزوز عايشك اخويا ونتمنى له التوفيق وان شاء الله ربي معانا من هنا الجونفي ان شاء الله ونشوفوا حاجه باهيه ان شاء الله ان شاء الله برد محنا والناس اللي تفرج فينا كالعاده ابوني ولايك وحطوا لي كومنتير واعطونا رايكم في الحلقه هذه وما تنساوش اللي حب يكون موجود في الطاوله هذه يبعث لنا كومونتير على كسوة على الباج ولا يبعث لنا ميساج على الباج ولا الانستغرام سينو كومونتير على الفيديو هذه ومرحبا بكم الناس الكل تصبحوا على خير تختاروا البلاصه اللي على اليسار